في هذا الفيديو سوف نقدم لكم آخر أخبار بوليود. النجمة الهندية كارينا كابور تشارك مع معجبيها على حسابها الشخصي لأول مرة صورة مع طفلها الثاني، وقد تزامن مع اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس، كما أن الصورة حصدت الكثير من الإعجابات خاصة وأنها ظهرت على طبيعتها وبدون مكياج. النجمة الهندي فارون دوان والآخر احتفل بطريقته الخاصة باليوم العالمي للمرأة، حيث نشر عبر حسابه الشخصي انستغرام صور 3 نساء واللواتي لديهن مكانة خاصة في حياته، وهن أمه وزوجته وزوجة أخيه. أما عن الأسطورة الهندي أميتاب باتشان ذو 78 عاما، فقد عانى من حالة مرضية استدعت خضوعه لجراحة مستعجلة طارئة، وكما أن هذا الخبر أقلق معجبيه من مختلف دول العالم وتمنوا له الشفاء العاجل.